في ميدي بمحافظة حجة الحدودية تدفع ميليشيا الحوثي بعناصرها وقياداتها إلى فك المول. فخلال المعارك الأخيرة طوق الجيش الوطني مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي على أطراف المدينة، الأمر الذي دفعها بعد أيام من ذلك لمحاولة فك الحصار عن عناصرها من خلال شن هجمات مباغتة على قوات الجيش الوطني، إلا أن الآخر بإسناد جوي من التحالف العربي تمكن من كسر الهجوم مجبرا إياها على التراجع لتخلف وراءها 40 قتيلا من عناصرها. الجيش الوطني في ميدي قال إن من بين مجموعة القتلى 40 ثلاث قيادات ميدانية، اثنان منها أقارب وكيل محافظة حجة المعين من قبل الميليشيا الإنقلابية، فيما تم أسر آخر شرق المدينة. وتعتبر ميدي المدينة التي فقدت ميليشيا الحوثي على أسوارها الكثير من قياداتها الميدانية منذ بداية الحرب نتيجة استماتتها في محاولة السيطرة على هذا الخط الساحلي مرة أخرى، كونه من أهم المنافذ البحرية لها، والذي من خلاله كانت تتم عملية تهريب الأسلحة من إيران إلى اليمن قبل تحريره من قبل قوات الجيش الوطني والتحالف العربي.